بسم الله الرحمن الرحيم. التوبيك بتاع دلوقتي دي بي بي كونفيجريشن. هنعمل لاب بسيط جدا تو راوترز هنوصلهم بكابل سيريال. طبعا احنا عارفين ان بروتوكول البوينت تو بوينت بيشتغل على ايه يا شباب؟ ها سيريال. تمام. هوصل سي ده دلوقتي راوتر ار1 وده هوصله سي مثلا براوتر ار2 وهخلي الشبكه اللي ما بينهم شبكه سي عشرات اوفر ريكومندد. طبعا طالما بوينت تو بوينت يبقى البريفكس على كام؟ 30. يبقى الانترفيس ده الاي بي بتاعه دوت 1 والانترفيس ده الاي بي بتاعه دوت 2. هوصل سي ده اس 1 اوفر 0 وهوصل ده اس 1 اوفر 1. كل الهدف من اللاب اللي انا هعمله دلوقتي ان انا اخلي بس التو راوترز دول يقدروا ان هم يوصلوا لبعض. يعني اجي من ار 1 ابنج على ار 2 تبقى الشبكه بتاعتي بنجبل. تمام. كنا قلنا الديفولت انكابسوليشن بتاع سيسكو ايه هو؟ اتش دي ال سي. انهي نوع في الاتش دي ال سي؟ سيسكو اتش دي ال سي. تمام. تعالوا نجرب. ها لو اثر نت ما مش الحاجات دي مش هتشتغل صح؟ تاني ايه؟ لو اثر نت ما فيش حاجه. النهارده هنشغل البي بي بي على الايثرنت باذن الله. الديفولت لا طبعا الديفولت اللي مش موجوده بس الديفولت خدنا ان في نوع هناخده النهارده ما تقلقش. تمام. طبعا انا التو راوترز دول محتاجه ان انا اوصل عليهم الاثنين سيريال. تمام. هسلكت عليهم الاثنين كونفيجر واجي على الموديل بدل ما اختار واحد واحد اختار الموديل بصفه عامه واوصلهم نوصلهم مثلا على سلوت 1 نحط عليهم 4 تي. ايه؟ فيرجن جديد. هوصل اس 1 اوفر 0 باس 1 اوفر 1 ونسر الانترفيسز ونقوم كده الشبكه. لما البروسيسور ينزل كده كنا زي ما دلوقتي مجدي فعلا بيقول ان الديفولت انكابسوليشن هو اتش دي ال سي صح. طب ليه هشغل البوينت تو بوينت بدل الاتش دي ال سي؟ كنا قلنا بروتوكول الاتش دي ال سي ده بروتوكول فيري ستريت فورورد ما فيهوش اي حاجه. بروتوكول يعني بيقوم الشبكه وخلاص. لكن بروتوكول البوينت تو بوينت بيسبورت ايه؟ في اوثنتيكيشن، في مولتي لينك، في ريلابيلتي، في كول باك، في كومبريشن. تمام. في فراجمنتيشن. تمام. في كميه مميزات كتيره جدا مش موجوده فين؟ في الاتش دي ال سي. دي حاجه. حاجه كمان كنا قلنا ان بروتوكول الاتش دي ال سي ده بروتوكول اندبندنت على مين؟ غير معتمد على مين؟ على الابر لايرز بروتوكول صح. لكن بروتوكول البوينت تو بوينت اندبندنت على مين؟ على الميديا. على الميديا صح. يشتغل على السيريال اوكي، النهارده هنشغله على الايثرنت مش هيقول لا، اندبندنت على الميديا بيشتغل على اي نوع انترفيس. تمام كده. لكن ال HDLC ما يشتغلش الا على مين؟ سيريال بس. لو جيت دلوقتي على ار1 كل اللي انا هعمله بس دلوقتي ان انا هنزل تحت الانترفيسز واحط اي بيات اس 1 اوفر 0 اي بي ادرس عشرات واحد نو شت داون وهاجي على ار2 اديله اي بيات انترفيس اس 1 اوفر 1 اي بي ادرس ونو شت داون. تمام كده الانترفيس بتاعي ايه. طيب لو جيت اتست على الكونكتيفيتي دلوقتي وانا على ار2 جيت ابنج على ار1 في كونكتيفيتي صح. وكنا قلنا في السيريال لو عندي بنجايه واحده بس ضاعت يبقى ده معناه ان كل البنجات اللي بعديها مش هتشتغل. ليه؟ عاده في تكنولوجيا الايثرنت لما اول بنجايه كانت بتقع ليه؟ في الارض. تمام. انما هنا مفيش ارض. ليه؟ لان الارض كان بيجيب لي الديستنيشن ماك. هنا مفيش حاجه اسمها ماك. هنا مفيش حاجه اسمها ايه يا شباب؟ ديستنيشن ماك. تمام. نتاكد لو جيت مثلا على ار1 وقلت له شو معلومات عن الانترفيس اس 1 اوفر 0 كان بيجيب لي هنا لو ده كان انترفيس ايثرنت كان بيجيب لي في السطر ده كده في الحته دي كده يقول لي ان البي اي اي بتاع الكارت ده كذا. البي اي اي ده البرنت ان ادرس. تمام. هنا مفيش حاجه اسمها بي اي اي، مفيش حاجه اسمها ماك. وعشان كده زي ما اتفقنا من اولها بنجايه وقعت خلاص انت هتبقى عارف ان اللي بعديه هيقع، المفروض كله يبقى بنجبل. تمام يا شباب. الدنيا قامت ازاي؟ مش احنا المفروض كنا اخدنا ايام ال ان ايه ان المفروض ان طالما التو راوترز كونكتد بوينت تو بوينت ماست يكون واحد بيشتغل دي سي اي والطرف الثاني يكون دي تي اي. انهي واحد في دول دي سي اي وانهي واحد في دول دي تي اي؟ اعمل شو كنترولرز. شو كنترولرز
تمام؟ على مين؟ S1 over 0. بدل ما اقول له شو كنترولرز يصير لي على كل الانترفيسز. لقيت ان الانترفيس ده فين 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 فين؟ طيب بدل التوها دي انكلود ماشي دي سي اي. ما انا كنت لسه هجيلك في الكلام اهو. في ليميتيشن عندي في جي ان اس ان الطرفين بيبقوا دي سي اي، ده عشان الجي ان اس. انما في الواقع اكيد واحد هيبقى دي سي اي واكيد الطرف الثاني هيبقى دي تي اي. ما احنا اتفقنا ان دي بس حاجه ليميتيشن جدا في جي ان اس، تمام؟ لكن الاثنين بيشتغلوا ما فيش اي مشكله. يعني لو قلت له برده هنا شو كنترولرز، تمام، بس الانترفيس اللي هنا مين بقى؟ S1 over 1. لقيته فعلا كده زي ما مجدي قال، الاثنين دي سي اي، ده ليميتيشن في جي ان اس، لكن في الواقع طرف دي سي اي وطرف دي تي اي. طب مراجعه كده بقى على السريع قبل ما ندخل بقى في الجد بتاع النهارده بقى. انهي طرف اللي هحط عليه الكلوك؟ على الدي سي اي ولا على الدي تي اي؟ طب لو جيت على الدي تي اي واديت له كلوك هيحصل ايه؟ في واحد هيرفضها وفي واحد مش هيرفضها. على حسب فعلا الموديل. في بعض الموديلات زي الراوتر اللي في الراك ده، لما جينا عملنا اللابد عليه ايه اللي حصل؟ اداني حاجه اسمها سايلنت ايرور. سايلنت ايرور يعني ايه؟ ما ادانيش ايرور صراحه، لكن لما جيت اقول له شو راننج ولا الهوا نفض لي، ما اخدش الامر، تمام. في موديلات ثانيه زي مثلا 2900 اللي انتوا بتشتغلوا عليه على الباك تريسر ده، تمام، ده هيديني صراحه كده ايرور يقول لك لا، المفروض ان الدي سي اي او الكلوك ريت يتعمل على مين؟ على طرف مين؟ الدي سي اي. صراحة كده هيديك ايرور، تمام. ده اللي احنا كانت مراجعة سريعة اللي اخدناه ايام ال ان اي. ندخل دلوقتي بقى، لو جيت على ار 1 وقلت له وريني معلومات عن اس 1 اوفر 0، لقيت هنا بيقول لي ان الانكابسوليشن بتاعي نوع ايه؟ اتش دي ال سي. واتفقنا ان الاتش دي ال سي بروتوكول فيري ستريت فورورد. طب انا مش عايزه اتش دي ال سي، انا عايزه بروتوكول بوينت تو بوينت. يبقى اعمل ايه؟ هنزل تحت الانترفيس S1 over 0 واقول له الانكابسوليشن بتاعي نوع، لو استخدمت الهيلب انكابسوليشن، لو استخدمت الهيلب. في انواع كتيره جدا من الانكابسوليشن، اللي عايز اركز عليه دلوقتي البوينت تو بوينت. طب لو قلت له انتر، نستنى بس كده كام ثانيه مع بعض، هلاقي الانترفيس دلوقتي حالته بقت داون. يعني ايه؟ شو اي بي انترفيس بريف، هي حالته للدقه بقت ايه؟ اب داون. وطالما اب داون، لو جيت اتست على الكونكتيفيتي، لو جيت ابنج مفيش حاجه. ليه اب داون؟ بالظبط كده، انكابسوليشن ميس ماتش. فلازم اجي فعلا على ار 2 هو كمان، وانزل تحت الانترفيس واقول له انكابسوليشن بتاعي نوع بي 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 تريبل بي. حالته دلوقتي بقت ايه؟ رجعت تاني اب. لو جيت قلت له شو اي بي انترفيس بريف على اي راوتر منهم، حالته فعلا دلوقتي بقت اب، وبالتالي لو جيت ابنج في كونكتيفيتي ما بين الاثنين، تمام كده. ده برضو لغايه دلوقتي ما اخدناش ولا كلمه جديده عن ايام السي سي ان ايه. ندخل بقى ندوس شويه بقى كده في الجد. لو جيت دلوقتي كده نعمل ديباجنج علشان نشوف ايه اللي بيحصل بالظبط، الخطوات الفيسز اللي اتكلمنا عنها المحاضره اللي فاتت دي. هاجي اقول له ديباج بوينت تو بوينت نيجوشيشن. ديباج ايه؟ بوينت تو بوينت نيجوشيشن. لو استنيت كده شويه مفيش اي حاجه خالص، اول بوت هيطلع للنيجوشيشن بتاعي او للديباج بتاعي. ليه؟ لان اوريدي التو راوترز دلوقتي عدوا بكل الفيزز اللي اتكلمنا عنها قبل كده، وخلاص التو راوترز بقوا نيبرز وخلاص، وقاموا مع بعض مفيش اي مشكله. فعشان انا بس اتريجر للي بيحصل ده، هفلاب الانترفيس. افلاب الانترفيس يعني ايه؟ اقول له شت داون وبعد كده نو شت داون عشان اشوف عمليه النيجوشيشن من اولها. فهنزل تحت الانترفيس اس 1 اوفر 0 اقول له شت داون، وبعد كده هقول له نو شت داون. بس كده خلاص. نطلع بقى كده نفهم ايه اللي حصل عندي بالظبط بعد نو شت داون. بسم الله الرحمن الرحيم. نتيجة بروتوكول ده كان لسه فين 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 فين؟ ال LCB. نتيجة بروتوكول ال LCB، فاكرين اللينك كنترول بروتوكول؟ لقيته هنا بيقول لي ان في اوت بوت كونفيرميشن ريكويست وامبات ماجيك نمبر. في بدايتهم خالص التو راوترز وهما بيبقوا نيبرز، كل راوتر بيبعت للتاني ايه يا شباب؟ ماجيك نمبر. فتاني نتيجه ال سي بي الراوتر بعت اوت بوت الماجيك نمبر ده، واستلم ان بوت كونفيرميشن ريكويست بماجيك نمبر هو كمان.
يبقى بعت ايه ماجيك نمبر واستلم ماجيك نمبر بقيمه مختلفه. لو تاخدوا بالكم هنا قيمه مختلفه، يعني معنى كده ان كل راوتر بيجنريت ماجيك نمبر بقيمه مختلفه، صح؟ طيب نكمل قرايه. الراوتر بعد كده اوت بوت كونفيرميشن اكنولدج، جات له اكنولدج بالماجيك نمبر ده، مش هو ده اللي فوق؟ مش هو بعت انبوت او كان جاي له انبوت ام بعت اوت بوت بايه؟ بنفس القيمه، صح؟ طيب لما كان بعت اوت جاله انبوت اكنولدج بنفس القيمه اللي فوق، تمام؟ يبقى ده معناه ان قيمه الماجيك نمبر اللي انا هبعتها لازم يرد عليا اكنولدج بنفس قيمه الماجيك نمبر. يعني من الاخر الرقم ده ده لو مختلف عن ده او ده لو مختلف عن ده، اعرف كده من الاخر ان انت عندك مشكله فيزيكال لير. دي ما تبقاش مشكلتها ابدا بروتوكول، دي تبقى مشكله ايه؟ فيزيكالي. لو انت بعت ماجيك نمبر رد عليك بماجيك نمبر مختلف تبقى مشكله فيزيكال، عندك مشكله في الفيزيكال لير، تمام؟ لو بعت ماجيك نمبر ورد عليك بماجيك نمبر مختلف، اعرف على طول ان انت عندك مشكله في الفيزيكال لير. لا تاني، ركز تاني يا مجدي. انا بعت هنا ايه؟ اوت بوت، طلعت اهو اوت بوت، تمام؟ جاي لي انبوت، خد بالك ده كونفيرميشن ريكويست جاي عليه اكنولدج نفس القيمه، ولما جاي لي انبوت طلعت اوت كونفيرميشن ريكويست واكنولدج نفس القيمه. وضحت كده؟ فضلوا يشتغلوا مع بعض ببروتوكول ال سي بي وبعد كده بروتوكول الاي بي سي بي، تمام؟ لغايه ما في الاخر ايه اللي حصل؟ نتيجه بروتوكول الاي بي سي بي عمل لي انستليشن للراوت بتاع الطرف الثاني عندي في الراوتنج تيبل. يعني ايه؟ لو جيت هنا قلت له شو اي بي راوت، تمام؟ انا على ار 1 شايفه ايه شبكات دايركت كونكتد؟ عشرات ايه؟ شبكه العشرات بصفه عامه، وعشرات واحد ده الايه؟ ده اللينك بتاعي، ده اللوكل بتاعي، ده الاي بي بتاعي. ايه ده؟ ده قام حاطط الاي بي بتاع الطرف الثاني بتاع الراوتر الثاني، ده الاي بي بتاعه، تمام؟ الاي بي ذات نفسه حاطه اوفر كام؟ 32. ده ايه ده؟ المفروض ان الاي بي بتاع الطرف الثاني المفروض انا شايفاه عن طريق النتورك، ده مش دايركت كونكتد عندي. ليه عملوا حاجه زي دي؟ قال لك ده بيعود لايام الدايل اب. ايام الدايل اب كان بيبقى مثلا عندي اجريجيشن راوتر او كنا بنسميه اكسس راوتر، تمام؟ الاكسس راوتر ده ممكن يكون كونكتد باكتر من كاستمر. ايام الدايل اب، فاكرين الدايل اب؟ تمام؟ ممكن يكون الكاستمر ده شغال باي دي مثلا 10001، والاكسس سيرفر ما عندوش اي بيهات عشرات، طبعا الاي بيهات اللي انا حاطاها دي غلط، المفروض تكون اي بيهات بابليك بقى. تمام؟ ممكن يكون الراوتر ده عليه اي بي 11001، ازاي 11001 يقدر يكلم 10001؟ كنت اديتها لكم هنت كده بسيطه ايام ال ان ايه، وقلت لكم جربوها وقولوا لي ايه اللي حصل. تمام؟ قدروا ان هم يخلوا ازاي عشرات واحد تقدر ان هي توصل ل 11001 رغم ان ده في نتورك اي دي، ده في نتورك اي دي، وده في نتورك اي دي تاني خالص، لانه بيمسك شبكه ال 11 دي الاي بي ذات نفسه يحطه في الراوتنج تيبل، يعمل له انستليشن جوه الراوتنج تيبل الاي بي ذات نفسه على بريفكس كام؟ 32. وهو ده اللي ظهر لي في النيجوشيشن في اخر سطر، انستول راوت للاي بي بتاع الطرف الثاني عندي في الراوتنج تيبل ببريفكس كام تاني يا شباب؟ 32. هو ده هيأثر معايا في حاجه؟ اه، تعالوا لو جيت على ار 2 وتحت الانترفيس، بدل الاي بي ادرس ما هو 10002، لا 1234 مثلا. بيد ماسك عليكم السلام. لا انا شربت يعني ان شاء الله تسلم يا شيخ. بيد ماشي اوكي، خليه زيرو مثلا، مش قابل ال 32، تمام؟ بص ايه اللي حصل نتيجة النيجوشيشن، أنا لسه ما وقفتوش. قال لي إيه؟ عمل انستليشن للراوت 1234 شو؟ أي بي انترفيس بريف عشان أتأكد إن أنا ما غيرتش هنا الأي بي، الأي بي بتاعي كام؟ عشرات واحد. شو؟ أي بي راوت، الأي بي بتاع الطرف الثاني كام يا شباب؟ 1234، صح؟ على كام؟ على 32. شاف شبكة الوحيد اللي هي للدقة 1 2 3 4 على كام يا شباب؟ على 32.
لو جيت ابنج على 1 2 3 4 الشبكه بينجبل. بينجبل ازاي؟ وده في نتورك وده في نتورك، لان ده الديفولت بتاع مين؟ بروتوكول البوينت تو بوينت باك تو ذا دايز اوف ايه دايل اب كونكشن. تمام، ده الديفولت، ده الديفولت. هو ينفع ان انا الغي الديفولت؟ اه عادي جدا. لو نزلت هنا تحت الانترفيس اس 1 اوفر 0 عندي امر اسمه نو بير مسافه نيبر راوت. لو انا قلت له نو بير نيبر راوت ايه اللي هيحصل؟ الطرف الثاني او الاي بي بتاع الطرف الثاني مش هعمل له انستليشن جوه الراوتنج تيبل بتاعي ببرفكس على 32. نتاكد كده، شو اي بي راوت. ده ايه ده؟ ده لسه حاطه ليه؟ لان النيجوشيشن خلص خلاص. النيجوشيشن ايه؟ خلص. طب عشان اسلاب الكلام ده اعمل ايه؟ اشت داون الانترفيس وبعد كده تاني ارجع اقول له نو شت داون. بصوا حتى نتيجه النيجوشيشن السطر الاخراني قال لي ان البروتوكول دلوقتي بتاع الاي بي سي بي اوبن، والسي دي بي بروتوكول السي دي بي بتاع النيبر ديسكفري سي بي هو كمان اوبن، وما جابليش السطر اللي انا كنت متوقعه اللي هو بتاع مين؟ الانستليشن. ما قاليش انستول ل 1 2 3 4 جوه الراوتنج تيبل بتاعي. وبالتالي لو قلت له هنا شو اي بي راوت 1 2 3 4 موجود عندي. طب لو جيت ابنج عليه خلاص بقى. سوري ان انا لو جيت ابنج عليه خلاص ما هو مش موجود عندي في الراوتنج تيبل. تمام، طب افرض ان انا مش عايزه ارجع تاني الامر اللي هو بتاع بير. تمام، وفي نفس الوقت عايزه اوصل للطرف التاني ده، اعمل ايه؟ بكل بساطه اعمل لي ستاتيك راوت بيشاور على 1 2 3 4. يعني اقول له هنا اي بي راوت 1 2 3 4. طبعا انا بتكلم عن نتورك 3 0 اللي السبنت ماسك بتاعها انا مخليها على 24. تمام، عشان تطلع الداتا دي هتطلعها منين؟ من اس 1 اوفر 0. نرجع تاني كده نشوفها، شو اي بي راوت. رجعت تاني شفت في الراوتنج تيبل 1 2 3 4 بس المره دي بطريقه ستاتيك. وبالتالي لو جيت ابنج الشبكه بتاعتي رجعت تاني بنجبل ولا لا؟ حد وقع دلوقتي في بروتوكول البوينت تو بوينت الكونفيجريشن بتاعته؟ هو يعني هو ايه اللي هو عمل لما هو لما انا خد الاي بي وحطه على 32؟ تاني الفكره كانت ايام الدايل اب ان مش دايما الاكسس سيرفر كان بيبقى افيلابل عنده اي بيهات لنفس الاي بيهات اللي كان بياخدها اليوزرز. يعني انت مثلا قومت الجهاز بتاعك دايل اب في البيت اخدت 40 مثلا، اخدت اي بي مثلا 70111، الاكسس سيرفر عندهم ما عندوش اي بي في نفس النتورك اي دي بتاعتك. طب والحل تعمل ايه؟ عملوا اخترعوا الفكره دي عشان رغم ان انتوا الاثنين في نتورك اي ديز مختلفه ورغم كده تقدر ان انت توصل. يعني هو قوم جه واخد الاي بي ده ومثبته على انه هو اي بي واحد بالظبط. الاي بي ذات نفسه هيعمل له انستليشن جوه الراوتنج تيبل بتاعك انت على بريفكس كام؟ 32. ده الديفولت. طب افرض ما حبيتش الديفولت وحبيت تلغيه خلاص مش هيشوف. طب رجعت تاني عايز تخليه يشوفه، في طريقه باك دور كده ان انت تعمل الكلام ده تاني. اه ستاتيك راوت، واضحه كده؟ تمام، تعالوا نرجع تاني كل حاجه على الديفولت. هلغي الستاتيك راوت وانزل تحت الانترفيس اس 1 اوفر 0 واقول له بير والاوبشن بتاعي مين؟ نيبر راوت. تمام، طبعا زي ما اتفقنا لازم افلاب الانترفيس لان خلاص المشكله عندي ان النيجوشيشن حصل وخلاص. تمام، فلازم افلاب، اعمل فلابنج للانترفيس عشان يرجع تاني يعمل انستليشن. اهو ظهر عندي اهو انستول للراوت 1 2 3 4 عندي في الراوتنج تيبل. هو ايه اي بي سي بي ده؟ ايه اي بي سي بي؟ الاي بي سي بي؟ ايه الاي بي سي بي اساسا؟ لا بتاع المره اللي فاتت ان انا ممكن اخده واخد منه الاي بي. اي ماشي، انا اي بي كنترول بروتوكول بس. خلاص كده، حد تاني مني كده في حاجه؟ هنشوف النهارده ان باذن الله يعني لما خلص الجزء اللي جاي هنشوف ان الاي بي سي بي ممكن استخدمه كانه دي اتش سي بي صغير اخد منه اي بي. انا هعمله النهارده باذن الله. خلاص يا شباب، انا كده خلصت البيزك كونفيجريشن. طب مش ريكومندد بقى ان ده لو الراوتر بتاعي انا ككاستمر، ده الراوتر بتاعي في البيت. تمام، والراوتر اللي هو ار 2 ده الراوتر بتاع الاي اس بي اللي احنا بنسميه اجريجيشن راوتر. تمام، مش ريكومندد ان اي حد يحاول يدخل اصلا على الشبكه اللي ورا شبكه الاي اس بي يبقى فيه اوثنتيكيشن ولا لا؟ صح. طب انا عندي كام نوع من انواع الاوثنتيكيشن؟ اثنين، المين باب والتشات. تعالوا نمسك واحد واحد. نمسك الاول الباب، في حاجه بقى ملحوظه صغيره،
دايما الراوتر بتاع الاي اس بي هو اللي بيأثنيكيت الراوتر بتاع الكاستمر مش العكس. تاني دايما الراوتر بتاع الاي اس بي هو اللي ايه بيتشيك على الراوتر بتاع الكاستمر، هو الكاستمر ليه يتشيك على الاي اس بي؟ صح. نعمل الكلام ده ازاي؟ هاجي على ار 2 ده الراوتر بتاع الاي اس بي واقول له ايه، انا اوريدي تحت الانترفيس، فهقول له بوينت تو بوينت اوثنتيكيشن. عندي كام نوع؟ باب وتشيب، صح؟ او للدقه في كمان الاياب، في مايكروسوفت تشيب، في مايكروسوفت تشيب فيرجن 2 ده اللي مايكروسوفت شغاله بيه دلوقتي، يعني الديفولت بتاع مايكروسوفت دلوقتي مايكروسوفت تشيب فيرجن 2، لاني كنت قلت لكم ان بروتوكول البوينت تو بوينت مش شغال على سيسكو بس، ده شغال في كل حته. مايكروسوفت برضو لو عامل عليها في بي ان سيرفر مثلا شغاله بالبروتوكول ده، تمام؟ فمايكروسوفت الديفولت بتاعها مين؟ ام اس تشيب، وممكن تشغل عليها الاياب بس بتحتاج بقى سيرتيفيكت وحوارات كده، تمام؟ اللي عايز اركز عليه دلوقتي خلينا في التعبان الاول اللي هو مين؟ الباب. الباسورد اوثنتيكيشن بروتوكول انتر، تمام؟ انا كده بقول يا ار 1 وانت جاي لي اكتب يوزر نيم وباسورد اللي هم مين؟ هطلع كونفيجريشن مود واقول له يوزر نيم اي اسم، باسورد او سيكريت، ايه الفرق ما بينهم؟ ده كلير تكست وده ام دي 5. انا كده جهزت نفسي مستنيه بقى ان ار 1 وهو جاي لي بيعمل معايا نيجوشيشن مستنيه ان هو يبعت لي مين؟ اليوزر نيم والباسورد دول، تمام؟ فهاجي على ار 1 شوف نتيجة بقى الاوثنتيكيشن. خلاص يا عم عندي بقول خلاص ما علينا، مصر على ديباجنج، خلينا نكمل الكونفيجريشن وهو هيقف اصلا لوحده لما الدنيا تشتغل، تمام؟ هنزل تحت الانترفيس اس 1 اوفر 0. اه بالمناسبه لو الدنيا هيست معاكم قوي قوي كده والديباج مش عايز يقف، ممكن ان انت تكونكت عليه، الحمد لله واقفه، ممكن تكونكت عليه اصلا ريموتلي بالتنت وتوقف الديباج من عليه، تمام؟ نزلت دلوقتي تحت الانترفيس وقلت له وهقول له ايه؟ هقول له بوينت تو بوينت باب بروتوكول الباب، انا عايز اشغل بروتوكول الباب. مين هو السنت يوزر نيم؟ عبير. مين هو الباسورد اللي هي هتبعته؟ 1 2 3. ينفع اعمل كده؟ انا كده بقول لار 1 وانت بتعمل نيجوشيشن وانت رايح لار 2 قول له ان انت عندك يوزر نيم اسمه عبير وباسورد اسمه 1 2 3. السؤال تاني، انا كتبت 1 2 3، اسامه يا اللي بتهز راسك ينفع اعمل كده؟ مسافه يا اسامه، مسافه، المسافه بعد الباسورد بتعتبر كاركتر. لا انا هناك كنت حاطاه 1 2 3، تمام؟ تاني الباسورد هناك 1 2 3، ينفع اعمل كده؟ هتعتبر كاركتر، يبقى كده الباسورد غلط، تمام؟ انت تمام. رجع تاني الانترفيس اب. ايه لو استخدمنا ار 2 مش هنعمل كده، صح؟ لو استخدمنا اليوزر نيم ار 2 مش هنعمل كده. لا سيبك من حته ار، لا 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 دي حاجه تانية هنتكلم عنها كمان شويه، احنا ماسكين بس نوع. نوع الاول، النوع الاولاني اللي هو مين؟ الباب. دي طريقه الكونفيجريشن. هتيجي على ار 2 وتقول له ايه؟ اولا تنزل تحت الانترفيس تحفز الراوتر انه يشتغل بايه؟ بالاوثنتيكيشن اللي نوعه وتحدده له، وتطلع على الكونفيجريشن مود تكريت له الداتا بيز. هتعمل بقى كذا واحده، هتعمل يوزر نيم لكل كاستمر وكل واحد يبقى له باسورد، تمام؟ طيب بالنسبه للكاستمر هتعمل ايه؟ تنزل تحت الانترفيس وتقول له وانت بتبعت الباب وانت بتشتغل بالباب ابعت اليوزر نيم الفلاني والباسورد الفلاني. رجع الانترفيس تاني بقى اب اهو. تاني مين اللي بيأثنتيكيت التاني؟ الاي اس بي هو اللي بيأثنتيكيت الكاستمر مش العكس. الاي اس بي هو اللي بيأثنتيكيت الكاستمر مش العكس، تمام؟ نتاكد كده شو اي بي انترفيس بريف اب اب اهو. وطالما اب اب لو جيت ابينك اه هو مش 1 2 3 4، انا غيرته صحيح 1 2 3 4، الاثنين مش في نفس النتورك ادي وقدرت توصل له عادي، واضحه؟ ده النوع الاولاني. طب تعالوا نلغيه.
هذا اللت الداتابيس بتاعتي. وانزل تحت الانترفيس اس 1 اوفر 1 والغي الاوثنتيكيشن. تمام. تعالوا ناخد النوع الثاني بقى اللي هو مين؟ اللت شيب. علشان اشغل اللت شيب في عندي طريقتين. الطريقه الاولا قلنا تاني عشان اشغل اللت شيب في عندي طريقتين. الطريقه الاولانيه ان انا هخلي ار1 وار2 يؤثنتيكيتوا بعض. الطريقه الاولانيه ايه؟ ار1 وار2 هما الاثنين يعملوا اوثنتيكيشن لبعض، مش واحد يعمل اوثنتيكيشن للتاني. يعني على سبيل المثال عندي فرعين للشركه وعايز اشغل ما بينهم بروتوكول البوينت تو بوينت، تمام؟ يبقى الاثنين محتاجين يؤثنتيكيتوا بعض، تمام؟ اعمل الكلام ده ازاي؟ ده اللي انت كنت بتقوله بقى يا اسامه. هاجي على ار1 وكريت عليه يوزر نيم باسم الراوتر التاني، باسورد شيرد. شيرد يعني ايه؟ واحد على الاثنين، واحد اثنين ثلاثة، يبقى الطرف الثاني واحد اثنين ثلاثة انتر. وبعدين انزل تحت الانترفيس اس 1 اوفر 0 واقول له بوينت تو بوينت انا عايز اشغل الاوثنتيكيشن، الاوثنتيكيشن اللي نوعه شيب، تمام؟ طبعا الدنيا هتقع لاني لسه ما ظبطتش ار 2. واجي هنا على ار 2 نفس الكلام، هاجي هنا اقول له بوينت تو بوينت اوثنتيكيشن شيب، واطلع على الكونفيجريشن مود واقول له ايه؟ يوزر نيم اسمه هناك ايه؟ ار1 وكيس سنسيتيف باسورد 1 2 3. كيس سنسيتيف يا شباب، كابيتال كابيتال سمول سمول. لو استنيت كده شويه رجع تاني الانترفيس بقى اب، وطالما بقى اب يبقى كده هيبقى فيه كونكتيفيتي ما بين الاثنين. دي الطريقه الاولانيه، واضحه؟ الطريقه الثانيه نفس اللي انا عملته من شويه، بس بدل الباب هخليه مين؟ شيب. بدل الباب هخليه يا شباب شيب. ولو تفتكروا كنت قلت لكم ملحوظه صغيره جدا ايام الان ايه، قلت لك لو انت هتشتغل باللت شيب اوعى تخلي دي سيكريت، ماست تكون مين؟ باسورد. لو انا خليتها دلوقتي سيكريت الدنيا هتقع. ليه؟ لانه هو بيحتاج الباسورد في الكونفيجريشن اصلا، او في عمليه اللي هي الالجوريزمات اللي بيطلع منها الهاش بتاع الباسورد محتاج يشوفها. طب لو انا قلت له سيكريت هيشوفها؟ لا. وبالتالي الاوثنتيكيشن هيقع، ما هو مش قادر يبص على الباسورد، تمام؟ دي الطريقه الاولانيه، تعالوا نلغيها وانزل تحت الانترفيس اس 1 اوفر 1 ونفس الكلام هلغي هنا الاوثنتيكيشن. شاب انا دلت هنا الداتابيس. تمام. الطريقه الثانيه بقى اعمل ايه؟ نفس اللي انا عملته بس بدل الباب هخليه مين؟ شاب. يعني هنزل تحت الانترفيس بتاع مين؟ الاي اس بي، واقول له ان انا عايز اشغل اوثنتيكيشن، اوثنتيكيشن نوعه شيب، واطلع على الكونفيجريشن مود وابدا ان انا اكريت يوزر نيم باسورد 1 2 3. تمام. الطريقه دي مثلا فيها ميزه عن الطريقه اللي فاتت، ايه هي؟ ان لو انت عايز تستخدم باسورد او يوزر نيم مش شرط يكون اسم الراوتر الثاني، فلازم ساعتها تستخدم الطريقه دي، تمام؟ واروح على ار1، طبعا المفروض الدنيا دلوقتي كلها واقعه، هنزل تحت اس 1 اوفر 0 واقول له ايه؟ بي بي بي. بي 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 ايه بقى؟ ها؟ شيب. هناك في الباب كنت بقول له سنت يوزر نيم وباسورد كذا في سطر واحد، لا هنا هعملهم على سطرين. هقول له في الاول الهوست نيم اللي انت هتبعته عبير، والباسورد اللي انت هتبعتها 1 2 3. واضحه كده؟ لو استنيت كده شويه المفروض دلوقتي هو ما كانش وقع تقريبا، ما كانش لسه حاسس ان الاوثنتيكيشن وقع ولا ايه. هي عموما كده الدنيا ايه؟ 2 3 4 كده في كونكتيفيتي. واضحه كده تمام؟ طيب لو انا جيت على الراوتر ده هدلت اليوزر نيم عشان ااكد لكم، يوزر نيم عبير
بس بدل باسورد هخليها ايه؟ سيكرت 1 2 3. تمام؟ لو جيت هنا هو الانترفيس ما ادانيش اي او الراوتر ما ادانيش اي سيس لوج ان الدنيا وقعت. طيب نعمل كده في لابل الانترفيس شوت داون، نو شوت داون عشان يحصل نيجوشيشن تاني من اول وجديد. شو اي بي انترفيس بريف. تمام؟ لو جيت بينج رغم ان هو مديني اب صح، ورغم كده مفيش اي حاجه. في حاجه بقى ديباج نيجوشيشن، ديباج بوينت تو بوينت نيجوشيشن مش هيجيب لي حاجه. هو كبير لغايه ان هو يقول لي ان هو انا عملت لك انستليشن للراوت ده جوه الراوتنج تيبل بتاعك. لو عايز اشوف مشاكل للاوثنتيكيشن عندي امر تاني ديباج بي 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 اوثنتيكيشن انتر. يبقى لو عايز اشوف مشاكل الاوثنتيكيشن ايه يا شباب؟ من ديباج بوينت تو بوينت اوثنتيكيشن. تمام؟ قال لي هنا خلاص يا عم عندي باج. قول حد لقط الكلمه اللي انا عايزاها؟ اوثنتيكيشن فيلد. كنت قلت لكم دربوا عينيكم على الاوت بوت الصح للديباج عشان لو حصل غلط تلقطوه بسرعه. يبقى انا عندي المشكله هنا فين؟ في الاوثنتيكيشن. ايه تاني المشكله؟ ايوه ما ينفعش عندي نهائي ان انا اقول له سيكريت، لازم اقول له يوزر نيم عبير باسورد 1 2 3 مش سيكرت. تمام؟ رجع تاني الدنيا بقت بينجبل. في اي مشكله في البوينت تو بوينت؟ ندخل بقى في البي بي او اي. يلا ولا عايز اسال